اختتمت مؤسسة إنجاز البحرين مسابقتها السنوية 14 لرواد الأعمال الشباب، والتي تعنى بالمشاريع الشبابية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. هذا وشهدت المسابقة إقبالا لافتا من قبل طلبة المدارس الثانوية والجامعة، وقد سادت روح المنافسة بين المشاركين. مشاريع لافتة، أفكار خلاقة طرحها جملة من الشباب البحريني، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة احتضنتها إنجاز من خلال مسابقتها 14 السنوية، لتثري من خلالها قطاع المال والأعمال. نحتفل بمسابقة إنجاز البحرين أفضل شركة طلابية في قسم المدارس وقسم الجامعات، ونهنئ الفائزين. هذا طبعا كله بدعم من قيادتنا جلالة الملك، اللي قدم الدعم حق الشباب ويسر الأمور للجميع إن شاء الله، ووزارة التربية والتعليم اللي سهلت لإنجاز البحرين تدخل المدارس كلها. اليوم وصلنا في هذه السنة الدراسية أكثر من 100,000 طالب طالبة في البحرين، نقدم لهم برامج في ريادة الأعمال، financial literacy، والاستعداد للعمل. إنجاز البحرين طبعا كل سنة تسعي أن تصل إلى أعداد أكبر. هذه السنة برنامج الشركة وصلت إلى 500 طالب وطالبة، وشاركوا في هذه البرنامج أكثر من 25 مدرسة وعشر جامعات. طبعا فكر الريادة هو فكر خاص، فإحنا بالنسبة لنا أهم شيء أن إحنا نغرس هذه البذرة اللي هي الفكرة، المبدأ أن الواحد يستثمر مو بس رأس ماله، لكنه يستثمر وقته في إنشاء أو تهيئة أو تصميم منتجات اللي بعدين يقدر هو يواصل في إنتاجها ويواصل في إيصالها للأسواق، إن كانت هي البحرينية والأجنبية. فبالنسبة لي أنا يعني هذه دائما تكون أول خطوة. فمثل ما احنا نعلمهم على الوظائف، مثل ما نعلمهم على هيكلة الشركات، مثل ما نعلمهم على القوانين، لازم نعلمهم على أخذ هذه الخطوة وتقييم المخاطرة في هذا القطاع. 25 مشاركا ومشاركة تنافسوا على جوائز المسابقة التي طرحتها إنجاز، حصدتها 5 مجموعات من المشاريع المتميزة لما تحمله من تميز واضح في فكرتها. هي شركة مختصة في إعادة تدوير القهوة، نحول القهوة إلى فحم. الحمد لله احنا في برنامج الشركة في إنجاز فزنا بذا بيست برودكت، واللي هو جائزة أفضل منتج في هاي السنة الميلادية. تعلمت من تجربتي في إنجاز الشركة أن الإنسان مهما كانت ميوله لازم يتعلم يجرب أشياء جديدة، فمن كان يتوقع أن طالبة أدبي تشترك في إنجاز وتوصل لهذه المرحلة؟ مشروعنا عبارة عن لعبة لتعليم الأطفال اللغة العربية من سن 6 ل 12 سنة، مصنوعة من خشب صناعي مع تدويرة. فزنا بجائزة أفضل منتج، واستفادنا من تجربة مسابقة إنجاز أن احنا شفنا مراحل الإنتاج من بداية الإنتاج لنهايته. ما توقعنا أن احنا بنسوي لعبة ونقدر نبيعها في الفترة القصيرة. هذا وقد أظهر الطلاب والمشاركون في المسابقة روح المغامرة والطموح العالي الذي توج بمهارات استثنائية في قطاع ريادة الأعمال، خصوصا وأن هذه المسابقة قد هيأت لهم كافة الأجواء وكرست لهم كافة الإمكانيات ليظهروا إبداعاتهم ومشاريعهم المتميزة والتي ارتبطت بشكل وثيق بعالم ريادة الأعمال. مسابقة رائدة تسعى إلى تعزيز مهارات الشباب البحريني في مجال ريادة الأعمال، وتفتح لهم الباب على مصراعيه لتكون لهم مساهمتهم الفاعلة في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل جديدة في قطاع المال والأعمال. خولة القرينيس لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.